لتعليقي على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري. مرحبا بك أستاذ نظير. القضاء يتهم ميليشيات في العراق بمنع تنفيذ إجراءات للقبض على تجار مخدرات، ما مصلحة الميليشيات في تعطيل عمل القضاء من وجهة نظرك؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني حقيقة ليس مستغربا أن تكون الميليشيات لها مصلحة في تجارة المخدرات، فهي مصدر مالي وتمويل لهذه الميليشيات، ناهيك عن التمويل الذي تحصل عليه من الحكومة. لكن الغريب في الأمر يعني بخصوص هذا الخبر هو يعني أن يعلن القضاء بأن من يعوق إجراءاته في القبض على تجار المخدرات هي ميليشيات متنفذة بالدولة، وهذا يعني تصريح علني بأن القضاء لا يمتلك سلطة مستقلة، وليست لديه سلطة على يعني مثل هذه الميليشيات، على عكس ما يصرح به السياسيون بأن القضاء العراقي مستقل وسلطة القضاء فوق الجميع، بينما واقع الحال أن القضاء ليست لديه سلطة إلا على الأبرياء وزجهم في السجون. مديرية مكافحة المخدرات في البصرة اشتكت مرارا من عدم تأمين الحدود مع إيران لمنع تهريب المخدرات، أليست الميليشيات هي المسؤولة عن تأمين الحدود في الفترة الأخيرة؟ أين الجيش؟ أين الدولة؟ طبعا الميليشيات هي حريصة جدا على أنه تكون هي من تمسك الحدود سواء مع إيران أو مع سوريا، ذلك لأنها سيعطيها يعني مجال وحرية أكبر لتسهيل مهمات إدخال المخدرات إلى البلد. وناهيك عن يعني فوائدها المادية، هي تساهم في يعني تخريب المجتمع، وهذا يصب في مصلحة تلك الميليشيات، لأن حتى يعني الكسب لهذه الميليشيات يعتمد على يعني الشباب الذي هو محطم او ليس لديه يعني محتوى او طموح مستقبلي، لذلك تجده فرصة وفريسة لتجنيده في هذه الميليشيات. من هذا نرى يعني حرصها على ان تكون الحدود بيدها وليس بيد قوى الجيش او الشرطة. هل هناك من وجهة نظرك يعني هناك خطط إقليمية لتمرير المخدرات الى العراق؟ هذا يعني انا يعني اكاد اجزم به، يعني كيف تستطيع دوله مثل ايران السيطره على المجتمع العراقي والدوله العراقيه اذا لم تحاول ان تجعل هذا المجتمع غارق في المخدرات، غارق في الجريمه، غارق في الفساد، وبالتالي سوف يسهل عليها السيطره على هذا المجتمع وعلى المؤسسه السياسيه هناك. من الطبيعي أن تجد أن هناك مصلحة إيرانية في الترويج وتحويل العراق من بلد غير مستهلك ولا منتج للمخدرات إلى بلد مستهلك للمخدرات، والآن إلى مرحلة الإنتاج. هناك تلميح من رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي لمشاركة حزب الله اللبناني أحد أذرع إيران في تهريب المخدرات إلى العراق، كيف تقرأ ذلك؟ هذا الأمر هو لم يأتي به بجديد، يعني قبل أعتقد قبل سنتين أو أكثر أنا رأيت تقرير يعني يتهم حزب الله بتسهيل مهام يعني ترويج المخدرات وجعل لبنان ممر لهذه المخدرات، بل إن هناك من هم يزرعون المخدرات في لبنان، ويعني كان أحد يعني أكبر تجار المخدرات اللبنانيين يدين بالفضل والشكر لحزب الله لأنه يسهل مهامهم في زرع الحشيش وغيرها من المخدرات، فهو ليس جديدا يعني. طيب، وعلاقات إذا كان الأمر ليس جديدا طبعا، يعني بعد كل هذه الإثباتات والتي منها أيضا اعتراف قائد عمليات البصرة بأن 80% من المخدرات في العراق مصدرها إيران، أستاذ نظير كندوري، يعني إلى أي مدى ترى أن الحكومة هي على مستوى التحدي؟ يعني حقيقة لا أظن أن الحكومة قادرة على فعل شيء لمكافحة هذا الملف الخطير اللي هو ملف المخدرات، كون أن الآن الحكومة أو السلطة السياسية هي أسيرة لتلك الميليشيات، وهذه الميليشيات التي تدار
من خلف الحدود بالخصوص من النظام الإيراني هي الحكومة العراقية غير قادرة على السيطرة عليها، وسوف يستمر هذا الملف ولربما يتصاعد ويصبح العراق حاله حال دول أمريكا اللاتينية أو بعض دول أمريكا اللاتينية المشهورة بالمخدرات، ويتحول هذا البلد من بلد نظيف إلى بلد مروج ومستهلك للمخدرات. السلطة السياسية غير قادرة على السيطرة على هذا الملف. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري، شكرا جزيلا لك.